ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. ليست مجرد ثلجة. نعم وألف نعم على ما حرر أعلاه. لم تكن مجرد ثلجة تلك الثلجة التي تكرمت علينا بالهطول قبل ردح من الزمان. لا لم تكن مجرد ثلجة، كانت غوصا عميقا إلى البنية التحتية من مجتمعنا. فهطل الثلج وبان المرج، وبانت البلاوي الزرقاء التي نفذت على مضض، وكأن المنفذين ينفذون لنا من جيب أبوهم، وبالتالي فرجي أزرق ولا تفرجي بخلك، وهذا اللي طلع بإيدنا يا جماعة وما قصرنا. لا والله ما تقصر يا طويل العمر، يا مهندس ولا يا مدير مؤسسة ولا يا عامل ولا يا فني، أوه طلعوا المنفذين كتار والمصممين كتار، وإجت التلجة من شقة الشوارع وكأنك بتسونامي، ويا عين لا تنامي. فالبيت غرقان والولاد عم يبكوا، وما زلنا ندق على باب بيت الجيران مشان النجدة، خبروا شي حدا. ها فتحوا الجيران، أهلين جار، جيب جارتنا وولاد جارتنا وتعوا لعنا شي زيارة، ليش ما بتزورونا أنتم مع أنه طابقنا تحت طابقكم تمام؟ والله يا جارتنا العزيزة نحن ناوين هلأ نزوركم، مو شوقا يعني إلى لقائكم، وإنما لأنه البيت غرقان والطرقات مقطوعة على بيت أهلي وعلى بيت أحماي، وبيتنا عم يدلف، اشتريناه من عام على أساس طابه، قام طلع اليوم معهم أنه في الحقيقة هو مخالف بس محلوف عليه، قصدي متصالحين عليه، بس هلأ صار ما بيسوى غير للحلفان. الله وكيلك يا مدام، يوه يوه يا جارنا، ومنزل هالولاد بسرعة، رح حضر لكم الفرشات لتناموا، ورح نوسع لكم حوالين الصوبيا، ما في أحلى من الصوبيا يا جار. وين رحت يا جار؟ قال وين راح؟ راح من أول ما قالت له يوه يوه يوه، طار ليلم الولاد وأمهم المدام ويشحطهم خلفه كقطيع من الذئاب الجريحة. في لحظة إهانة كونية تحت ضوء الأقمار، فيعوي الذئب تلك التعواية الجريحة، يعوي فيسطع القمر أكثر ويشع على العباد. بس بهالليلة ما في أقمار، ثلج قادم من سماء داكنة مليئة بالخير والدروس والعبر. فكيف انحبس صديقي في بيته بيعفور لأربعة أيام، وكيف انقطعت الاتصالات بدوما واختفت الكهرباء في حرستا وفي بعض الأحياء والديار، وكيف وقف صديقي بسام ومعداته الفنية ليصور فيلمه في ذاك النهار بدف الشوك ساعة ولا تاكسي. فجأة قرروا الشوفيرية يشربوا الشاي بالبيت من خلف شباك يطلوا على الشارع وهو غارق في البياض، ليش ما في الشوفير المناوب؟ وتبللت الكاميرات وتبهدلت القامة، ده حتى أشفق عليه تاكسي ابن حلال من تلك الديار على معرفة به في الجوار. هل يحق للتاكسي ما لا يحق لسواه؟ هل أتاك حديث الثلجة هذه الأيام؟ هذا غيض من فيض ما رأيناه بعد هطول الثلج وبيان المرج، ويا لسحري ذلك البيان. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.